السلام عليكم، أنا لورنس راندل في القنصل العام الأمريكي في الدار البيضاء. أنا فخور جداً أن أكون هنا في مراكش اليوم. أنا تعلمت كثير من التعاون من الحكومة الأمريكية والحكومة المغربية. طبعاً كما تعرف عندنا علاقة قديمة وواسعة وكبيرة، وأنا فخور بالتعاون بين الحكومة ديالنا والحكومة ديالكم. وكان عندي إمكانية لأتعلم وأتكلم مع التلاميذ هنا والأساتذة، وفعلا أنا المستقبل بالنسبة لي تكون رائعة، لأن التلاميذ هنا ممتازين والله، يتكلموا الإنجليزية الفرنسية العربية، وعندهم ثقة نفسية، وهذا شيء مهم، وأنا كنت فخور بهم، وطبعا فخور بالعلاقة الأمريكية المغربية. Je travaille avec Millennium Challenge Corporation. Nous sommes une agence du gouvernement américain. Je suis très très fière d'être ici. Nous sommes en train à Millennium Challenge Corporation de travailler avec le ministère d'Éducation nationale sur un projet pilote dans 90 établissements secondaires dans trois régions du pays du Maroc. Avec ce projet, on travaille sur l'amélioration de la qualité d'éducation ici et aussi de bien préparer les jeunes pour le marché du travail. C'est vraiment un plaisir d'être ici. On a rencontré beaucoup d'étudiants qui sont talentueux. Ils ont beaucoup de potentiel à réaliser. Donc c'est vraiment, on est très très fiers à Millennium Challenge Corporation d'investir dans les jeunes avec le ministère d'Éducation avec ce projet. تواجد الآن بإعدادية المنصور الذهبي في إطار الزيارة التي يقوم بها سيد القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية لهذه الأكاديمية لهذه الجهة، وهي زيارة تأتي في إطار يعني متابعة أو معاينة ميدانية لتنزيل برنامج تحدي الألفية في قيه يعني التعليم الثانوي الذي تدخل هذه الأكاديمية هذه الجهة ضمن الجهات الثلاث التي يتم فيها تنفيذ هذا البرنامج، وهو يدخل في إطار الشراكة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو يجسد العلاقة علاقة التعاون والصداقة والشراكة التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تحت القيادة الرشيدة صاحب الجلالة نصره الله، وهو يجسد أيضا العلاقات التعاون على مستويات متعددة سياسية والأمنية والتنموية بشكل عام، وخصوصا فيما يتعلق بالنسبة لنا بمنظومة التربية والتكوين والنهوض بالتربية على جميع مستوياتها. وكما قلت فهو هذا الورش يعني يدعم جوانب متعلقة بالبنية التحتية، الجوانب متعلقة بالتكنولوجيا المعلوميات في مجال التعليم، الجوانب متعلقة بالتجهيزات الديداكتيكية، يعني جوانب متعلقة يعني الحياة المدرسية وتعلم اللغات، ويعني للدعم المدرسي والمقاربات تقييم تعلمات وما إلى ذلك من يعني أوراش، وقد واكبتم البعض منها يعني خلال هذه الزيارة. سعداء جدا بزيارة العمل التي ينظمها السيد القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية للثانوية الإعدادية منصور الذهبي. هذه الزيارة التي تأتي في إطار تتبع إنجاز مشروع التعليم الثانوي لهذه المؤسسة، وهو المشروع الذي يسعى إلى تعزيز قدرات تشغيل الشباب من خلال ملائمة النظام التعليمي في الثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية، وذلك عن طريق التركيز على مجموعة من المجالات ومجموعة من الرافعات للاشتغال. كانت هذه الزيارة فرصة للوقوف على المشروع المندمج للمؤسسة الذي ينبني على أربع رافعات أساسية. الرافعة الأولى تخص البنية التحتية والتجهيزات، الرافعة الثانية تتعلق بالبيداغوجيا وتكنولوجيا المعلومات، الرافعة الثالثة تتعلق بالحياة المدرسية، ثم الرافعة الرابعة التي تخص التدبير والشراكات. وقد كانت زيارة السيد القنصل العام رفقة السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي ووفد مرافق فرصة للوقوف على الأنشطة التربوية وأنشطة الأندية بالمؤسسة التعليمية التي تندرج في إطار مشروع المؤسسة المندمج، حيث تمت زيارة الأندية التربوية، نادي الروبوتيك، نادي التربية الأسرية، نادي المواطنة وحقوق الإنسان، نادي الموسيقى، نادي المسرح، ثم نادي القراءة. كما كانت هذه الزيارة فرصة لإعطاء انطلاقة تفعيل نادي التسامح
والتعايش في إطار تنوع، وكانت كذلك فرصة للوقوف على البنيات التحتية للمؤسسة التعليمية والتجهيزات التي استفادت منها المؤسسة من أجل الارتقاء بالمشروع المندمج للمؤسسة. إذن نحن سعداء بهذه زيارة العمل التي تجسد قيم التعاون بين مختلف شركاء المنظومة التربوية، وذلك من أجل تكوين جيل واعٍ بمسؤولياته، قادر على التعايش والتسامح، قادر على الاندماج في الحياة العملية والحياة الاجتماعية، وقادر على التشبع بمختلف القيم الوطنية والقيم الإنسانية استرشاداً بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عليه. اليوم نستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب اللي جاء في إطار تتبع تنفيذ برنامج تحدي الألفية الأمريكي، اللي هو برنامج ديال التعاون بين الحكومة الأمريكية والحكومة المغربية في الشق ديالو المتعلق بالتعليم وبالتربية والتكوين، وخصوصا مشروع ثانوية التحدي. كيف تعرفتوا تعرف الجميع كانت زيارة جميع المرافق المؤسسة والأندية النشطة للمؤسسة لتتبع تنفيذ مشروع المؤسسة المندمج وكذلك برنامج السنوي للمؤسسة.